أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها تفاصيل الهجوم المسلح على حافلة للجنود في محافظة أبين. قالت وكالة الأناضول إن 15 جنديا قتلوا وأصيب نحو 20 آخرين في كمين نصبه مسلحون في محافظة أبين. وقالت مصادر محلية إن مسلحين نصبوا كمينا لحافلة تقل جنودا في مديرية أحور كانوا متجهين صوب محافظة المهرة لاستلام رواتبهم. المصادر ذاتها أوضحت أن عصابة مسلحة يقودها أحد المطلوبين أمنيا وقبليا اعترضت حافلات تقل مدنيين وعسكريين واشتبكت مع رجال القبائل، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. من جهة أخرى، نفى جناح تنظيم القاعدة في اليمن عبر موقعه على الإنترنت مسؤوليته عن قتل الجنود في أبين. هذا وتخضع مدينة أحور لسيطرة الجماعات المسلحة مستغلة غياب الدولة والفراغ الأمني كجزء من الوضع العام الذي تشهده المحافظة. ومنذ تحريرها من الميليشيا في أغسطس من العام الماضي لم تستكمل السلطات المحلية عملية تأمين المحافظة بشكل يضمن سد الثغرات الأمنية وقطع الطريق أمام جماعات العنف والعصابات المسلحة. تفاصيل استهداف الجنود في أبين وتداعيات ذلك على محادثات السلام المرتقبة هو موضوع حلقتنا في زوايا الحدث، لكن قبل أن نبدأ النقاش نذهب لمتابعة هذا التقرير. الكمائن الإرهابية مفردة باتت شائعة في قاموس الجيش الذي تعرض لهجمات دامية في سياق المواجهة المفتوحة بينه وبين الجماعات المسلحة. المعلومات الواردة من محافظة أبين أفادت بمصرع أكثر من 15 جنديا وإصابة 20 آخرين في كمين نفذه مسلحون على حافلة تقل جنودا في منطقة أحور كانوا في طريقهم إلى محافظتي حضرموت والمهرة. وبحسب المصادر فقد تم اختطاف الجنود إلى منطقة نائية وقام المسلحون بإطلاق النار عليهم. وفق رواية أخرى فإن اشتباكات أعقبت الهجوم الدامي بين القبائل والعناصر الإرهابية في ذات المنطقة أسفرت عن قتلى وجرحى من الجانبين. وحمل مسؤولون محليون سلطات المحافظة مسؤولية الانفلات الأمني وترك الباب مواربا أمام نشاط الجماعات الإرهابية والأعمال المسلحة في أبين. فكل ما يجري على هذه الأرض عناوين ثابتة لحوادث أليمة لا جديد فيها سوى بعض التفاصيل المتعلقة بملابسات الهجوم وعدد الضحايا. أعادت الحادثة إلى الأذهان عملية ذبح الجنود على طريق حضرموت وحوادث مماثلة شهدتها محافظة أبين في الأعوام الماضية. بتكرار هذه الهجمات يتغذى الانطباع بأن ما يجري نوع من خلط الأوراق تكمن خطورته في أنه يجعل من الصعب الحديث عن الإجرام الميليشياوي دون الحديث عن إجرام مقابل يجري بعثرته على قارعة الطريق في أبين. إنها معادلة تخدم الميليشيا وتشوش كثيرا على فرص التهدئة وعملية السلام المرتقبة، كما تشكل عامل إضعاف للحكومة الواقعة في فخ المساءلة عن تزايد نشاط الجماعات الإرهابية في المحافظات المحررة. منذ فترة ليست بالقصيرة لم تعرف محافظة أبين الهدوء، كما باتت القاعدة وغيرها من الجماعات والفصائل المسلحة تشكل تحديا لا يستهان به انعكس على شكل كمائن وهجمات إرهابية يخوضونها لنسف حالة الاستقرار وفرص الخروج من متاهة العنف. ينضم إلينا مشاهدينا الكرام أمين عام المجلس المحلي بأحور وقائد المقاومة هناك الأستاذ يسلم غيرا. مساء الخير أستاذ يسلم. مساء النور على صلاح حياكم الله وسأل الله لكم أهلا وسهلا أستاذ ياسر. إذا حدثتنا في البداية لو تحدثنا عن أو تضعنا في تفاصيل الحادث الإرهابي الذي استهدف حافلة التي تقل الجنود في منطقة أحور بمحافظة أبين. هذا في أحد ساعات الليل يعني قبل يعني فجوق الفجر يومنا هذا في نقطة في حضرموت المحفظ كان من قبل الحرب فيها الأمن المدني والأمن العام لأنها تربط يعني خط مدينة المحمد شمالا وتربط حضرموت شرقا وتربط عدن أبين غربا. الموضوع أن هذه النقطة أنشأت أثناء الحرب في شهر مايو 2014 وكان عملها كلها سلب ونهب لأحد القبائل المدعو علي عقيل مطار من قديمة آل الحار باكافل. وأكثر من مرة عملت أشتالات أولا في كان في جانب السلب والنهب فقط بدأ العمل بهذه الطريقة. شكوا
الماضين والمسافرين اتجاه حضرموت او الى المهره او الى الخليج، والعكس صحيح ذلك، الى عدن وغيره والى سعج والى قباله والعين. شكون البدايه كان الشتاء حول اموالهم وحول السلب والنهب اللي تعرفوهم والتاسف. دارت قضايا ومشايخ الاكاديم ان تجلس مع الشخص هذا اكثر من مره، ودارت ان تجلس مع مشايخ نفس الغزيله حقها اللي تجي اليها على الحاق اكثر من عده مرات، من حيث لا يكون العمل بهذا العمل الذي لا عمر به دين ولا انسانيه ولا برضو يعني في زعزع امن وسلامه وسكينه المسافر وابناء المدينه. الا انه كان الرد انني غير معترف به، غير معترف بالمشايخ، غير معترف بالسلطه، غير معترف بالمقاومه، غير معترف باللغه. طيب ما هي دوافع هذه الجماعات المسلحه لاستهداف الجنود استاذ يسلم؟ ما هي دوافع هذه الجماعات لاستهداف الجنود؟ اسمع مني، احنا في البدايه هو يعني بعد ما يعني هو يعني قصه العمل اللي ما راح اقدرها لدول الشرق والغرب يعني استمر في حدود 18 الى 2015. بعدين بدا بخلافه مع انصار الشريعه والقاده الذي كان يمر الى حضرموت والى عدن الصليب. كان اول 9 شهور 10 شهور هم يمروا عند الخلايق. يعني يعطوا حقه يعني رضع عليهم الشهر يعني بالحصه اللي كان من اول فقاتلوا هو وياهم. يعني فجاه اعطوا المعنى دعين يهرب الغابه. طيب ارجو ان تتفضل معنا استاذ ياسين بالبقاء معنا. انتقل الى الناشط السياسي الاستاذ اسامه الشرمي ينضم الينا الان. مساء الخير استاذ اسامه. أستاذ أسامة، باعتبارك أحد النشطاء والمتابعين عن كثب لوضع محافظة أبين على وجه الخصوص كونك أحد أبنائها، هل لديك تفاصيل أكثر عن ما حدث في منطقة أحور اليوم من استهداف للجنود؟ حقيقة ما حصل اليوم في مدينة أحور والحادثة الشنيعة حقيقة التي وقعت هذا اليوم كانت نتيجة معلومة خاطئة وصلت للنقطة التي كانت ترابط في المكان بأن هنالك مجاميع في هذه الحافلة تنتمي لجماعة القاعدة، ونظرا لعدم وجود الدولة بمؤسساتها القضائية والأمنية والبحثية ولعدم وجود المعلومة الحقيقية وكذلك التحقيق القضائي الذي يجب أن يحصل عليه كل متهم أو كل مدان في أي حادثة، كانت تتم العلاقة ما بين المكون الاجتماعي وما بين هذه العناصر المتهمة هي أن تتم التصفية بشكل مباشر او بشكل او اخر من هذا النوع. فبالتالي النقطه العسكريه والمجاميع في مديريه احور قامت بالتعامل هذا الذي فعلا افزع عنها. ولكن حقيقه انا اشدد على مساله ادانتنا لقياد الدوله بعد التحرير كل هذه المده، تقييم الدوله وتقييم مؤسساتها القضائيه والامنيه والعدليه والبحثيه والاستخباراتيه التي بالامكان ان تمكننا من الوصول لصورة حقيقية عن الحادثة. نحن اليوم نتكلم عن مجموعة قبلية أو مجموعة اجتماعية انبرت لمهمة تقوم لأجلها عظميات التحالفات في العالم. فبالتالي نحن اليوم نتكلم عن هذه المجموعة التي ندينها اليوم، وستتكرر مثل هذه الأعمال مستقبلا إذا ما استمرت حالة الفراغ الأمني والدولاتي داخل محافظة أبين. محافظة أبين الآن تنقسم إلى قسمين. قسم الدولة فيها تسهل لجماعة القاعدة وأنصار الشريعة التواجد، وقسم آخر انبرت فيها مجاميع اجتماعية لمقاتلة هذا التنظيم. وبالتالي أدوات الدولة التي كان يجب أن تقوم بحماية المواطن غابت فحضرت الفوضى. وإن كانت طيب أفهم منك أستاذ أسامة، أفهم منك أن تظهر لنا مثل هذه الحوادث ومثل هذه الجرائم كثيرا في المستقبل. أفهم منك أن من قام بهذا العمل هو يعني شخصيات أو جهات معروفة؟ نعم أخي. أفهم من كلامك أن من قام بهذا العمل هم شخصيات معروفة بالنسبة للناس في أبين؟ لا هي الجماعة هذه
مجموعة اجتماعية، هي ليست جماعة متقطعة غير معروفة، هي معروفة للجميع ويعرفها مدير المديرية الذي هو الآن متواجد معنا على الهواء وعلى الخط أكثر مني بكثير. هي جماعة لطالما قاتلت القاعدة خلال الفترة الماضية عندما قادت الدولة عن هذا الدور، وهم اليوم يتحملون أوزار قيادة مؤسسات الدولة وغياب أدوات الدولة التي كان يفترض أن تقوم بمثل هذه المهمة. طيب دعني أعود إلى أمين عام المجلس المحلي بأحور وقائد المقاومة هناك الأستاذ يسلم غيرم. أستاذ يسلم، أين دور السلطات الأمنية والمحلية في أبين مما يحدث هناك؟ للأسف الشديد حاولنا تكرار المرارة أن نطرح هذا الموضوع على السلطات في عدن، لأن السلطات في أبين بشكل معدومة رغم من وجود أنصار الشيعة والقاعدة فيها. ولكن نحن عندنا ضوابط المجتمعات مترابطة ومتعارضة، حاولنا من خلالها عمل مع مدير عام المديرية، لكن للأسف كان جوابها أين الدولة أين الحكومة. بعد يعني شغلنا مواضيع من أجل دعوة الاجتماع إلى أحد مشايخ أبناء أحرار، وعمل عدة لقاءات اجتماعات يعني مشايخ وأعيان مجلس أحرار، وكانت بناها ومدمرة من أحصوا هذا قبل شهرين، وتواصلت هذه الاجتماعات، وكلما وصلنا إلى حل بأننا سنشكل من المقاومة واللواء والأمن، لأننا نشكل جميع ألوان وأطياف أبناء القبائل المتواجدة في كافر المجلس أحرار، على شان لا يقولوا شيء قدير فلاني غير لمصر أو قدير فلاني غير لمصر، لأن كل الذي يجعل يتكفر هي مسلمة من جميع يعني أبناء قبائل أحرار. ولكن دائما نصد مع الصرح للأسف الشديد الشخص الذي يقول أن الحكومة هو الذي يرجع خلاص السلطة الإنجليزية يطلب من المشاعر يعني الهجم والعمل نفسه والصرف دون 5 أيام دون 6 أيام بعدين يسمع هذولا يعني حتى لا حد يصادم لحتى فجأة أنا نزلي 5 أيام 6 أيام تتحول 5 أيام إلى رئيس العشار جاءت أخرى، يعني منتظرين الجواب فقط للأسف الشديد، لا يجينا جواب بل يجينا شركة جديدة ونرجع للجمع في هذه المرة وطارة آخر الجمع لنا من يعني 2023 في شهر مارس الآن على سن الغضائر حدثت من النار من 11 وقائدة والمقاومة والأمن الثلاث الجهات وهي تشكل أطياف أبناء قبائل الأحور، وهي من تقوم تبشر المدنية إلى مرفعات أمنية يعني من آخر حد محاورة أجل جبوة إلى آخر حد مدينة أحور في اتجاه الغرب في مدينة شهورة، إلا أن للأسف رجع شارف أخرى رأس السلطة في المدنية يطلب يومين 3 أيام، يعني على نقول له يا أخي ما عملت هذا المرة الأول يقول أعطوني هذا الفرصة، يبتدي يروح يعني في انضباط عميق ولا يجينا إلا على خبر اليوم هذا يعني الحادث للأسف الشديد. نعم أستاذ يسر، تواصلنا احنا أكثر من مرة مع الأخ المحاور مع صندوق الخراجات في الدولة في عدن على أساس أنه تعزيز المقاومة واللواء، الآن شنبت في آخر اجتماع القضايا يعني أفضل المشارك أبناء أحرار شنبت المهمة إلى قائد اللواء أبناء 11 العميد محمد أحمد ملام عن العمل خطة أمنية ويدعي الأجهزة الأمنية والدفاعية في المدينة. نعم أستاذ يسلم، يعني كأفراد يدعي ويعمل خطة أمنية بصوت خالد اللواء، وعملنا الخطة الأمنية وعندي محضر لها، إلا أن مخرجين عام يتدخل في بعض الأشياء ويقول أعطوني 5 أيام أخرى لعلي أن يسمع هؤلاء لعلي ونقنعهم وما تدعي. شكرا لك أستاذ يسلم. نعم دائما 5 أيام تجيب لنا حادث جديد. أمين عام المجلس المحلي بأحور وقائد المقاومة هناك الأستاذ يسلم غيرم، كنت معنا عبر الهاتف من أبيان، شكرا جزيلا لك. أعود إلى الأستاذ أسامة أشرمي. أستاذ أسامة، يعني من الواضح أن هناك إشكاليات أمنية في محافظة أبيان، وهناك من يتحدث عن وجود لتنظيم القاعدة، ما مدى الوجود وجود التنظيم في هذه المناطق؟ طبعا تنظيم القاعدة اليوم يسيطر على أكثر المناطق حيوية في المحافظة،
وهي تحديدا مديرية زنجبار وخنطر التي تعد هي البعد المدني داخل محافظة أبين، أما فيما عداها فهي عبارة عن مناطق جبلية قبلية لا يستطيع التنظيم هذه أن يتواجد فيها بصفقته الواضحة جدا، إنما حتى إذا تواجد في بعض المناطق القبلية فهو يتواجد من خلال هذه التكوينات الاجتماعية. فبالتالي نحن اليوم نتكلم عن أن محافظة أبين محافظة واقعة بيد الإرهاب بشكل عام، ويجب معالجة موضوعها بشكل كامل وعميق واستراتيجي وبعيدا عن الاستثارات المزاجية في التعامل مع هذه الجماعة، ما لم تحرر عاصمة المحافظة ومرافقها الحيوية من سيطرة جماعة القاعدة بل سيطرتهم حتى على القرار الإداري داخل المحافظة، فإن محافظة أبين ستظل على هذا الحال. أنا حقيقة أعد من انبرأوا لمهمة محاربة الإرهاب داخل مديرية أحور كأنهم أبطال، وبأن الخطأ الذي وقعوا اليوم فيه هو خطأ متوقع وإن كان كبير ومؤلم ودموي وبربري، ولكنه خطأ متوقع وسيتكرر لطالما قابل الجهد الرسمي في محافظة أبين وقابل الجهد الرسمي للدولة في محاربة الإرهاب داخل هذه المحافظة. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ أسامة. ينضم إلينا الآن الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية الأستاذ نبيل البكيري. مساء الخير أستاذ نبيل. أهلا وسهلا أستاذ نبيل. يعني في السابق كانت أغلب العمليات أو الحوادث الإرهابية تنسب إلى تنظيم القاعدة، التنظيم بعد ذلك يصدر بيانات تأكيد أو تبني لهذه العمليات إن صح التعبير، في حالات أخرى كان يعني ما جاء اليوم كان عكس ذلك، نسبت العملية لي أو شك أن العملية نظمها تنظيم القاعدة لكن خرج التنظيم بنفي لهذا الأمر. الآن واقع الحال الأمني في محافظة أبين كيف تقرأه أنت؟ الوضع الأمني ليس فقط في محافظة أبين، الوضع الأمني في كل المناطق المحررة منذ أكثر من 4 أو 5 أو 6 أشهر هناك فراغ أمني كبير. هذا الفراغ الأمني يتم تغطيته من قبل الجماعات الإرهابية ومن قبل جماعات وعصابات العصابات المافيا وعصابات التهريب وعصابات المخدرات وعصابات تقطع الطرقات. نحن في وضع انهيار لمؤسسات الدولة في هذه المناطق. هناك فراغ أمني ليس فقط فراغا أمنيا وإنما فراغا سياسيا، وهنا الأخطر والأكثر خطورة من الفراغ الأمني، الفراغ السياسي المتمثل بعدم وجود هوية لدولة واضحة في المناطق الجنوبية، هذا الذي يؤدي لملء هذا الفراغ من قبل هذه الجماعات التي تفرض وتنصب نفسها بديلا للدولة وبديلا لمؤسسات الدولة أيضا. وبالتالي نحن أمام حالة خطيرة، هذه الحالة اليوم تكبر ككرة الثلج وربما ستصل بالمشهد إلى حالة الانهيار التام وتقاسم هذه الجغرافيا التي تخلو الآن من أي وجود السلطة إلى كيانات ميليشيوية ذات هويات مناطقية وهويات عنفية. وبالتالي نحن أمام لحظة فارقة في تاريخ اليمن وخاصة في المناطق الجنوبية، هذه المنطقة التي تشهد فراغا ليس فقط على المستوى السياسي وإنما على المستوى الأمني وإنما على المستوى السياسي، وهنا ما الإشكالية والخطر الأكبر فيما يتعلق بالأزمة الأمنية في جنوب اليمن. دعني أعود إلى الأستاذ أسامة الشرمي. أستاذ نبيل، أستاذ أسامة، يعني هل يمكن الحديث عن هذه الحادثة اليوم بمعزل عن أن يوم الغد هو موعد وقف إطلاق النار والتمهيد لمحادثات الكويت في 18 من الشهر الجاري؟ أحسنت أخي في هذا الطرح، وحقيقة لا يجب التعامل مع المسألة بعيدا عن ما يعتمد على طاولة المفاوضات السياسية. فبالتالي نحن كما عرفنا المقاومة في مديرية أحور والدور البطولي الذي قامت به في مكافحة الإرهاب داخل المنطقة، فبالتالي نحن اليوم بعد تواصلهم وإخبارنا بأن هنالك معلومات كانت قد تناهت إليهم تشير إلى أن من يرتادون هذه الحافلات كانوا من عناصر القاعدة، يجب علينا التساؤل اليوم من مصدر هذه المعلومات التي وصلت إلى المقاومة في أو القبائل في مديرية أحور وأودت إلى هذه المآهل الخطير. يجب علينا أن نتساءل من هي الأيادي الخفية التي لا زالت تلعب في المشهد الأمني داخل محافظة أبين. حقيقة نحن لدينا اليوم نموذج رائد على مستوى المحافظات المحررة يتمثل في محافظة عدن التي كانت
الجماعات الإرهابية بكل وضوح أرادت أن تكون هي من يحرر المحرر داخل مدينة عدن وقامت بالسيطرة على كثير من المديريات، إلا أن هنالك جهدا أمنيا وخطة أمنية تم تنفيذها على مرحلتين أوصلتنا اليوم إلى حالة من الاستقرار الأمني التام. لماذا لا يكرر مثل هذا السيناريو في محافظة؟ وما هو السبب برأيك أستاذ أسامة؟ كانت تعد معقلا للجان الشعبية، تلك اللجان التي حاربت الإرهاب في وقت كان الكل تراجع عن مثل هذه المهمة وحققت انتصار تاريخي، بل انتصار على مستوى العالم في مكافحة الإرهاب داخل المناطق في الأعوام 2011 وما بعدها وفترة الربيع العربي، التي أرادت الأنظمة من خلالها أن تكرس فكرة أن البديل لها هو الإرهاب. فعلا حققت محافظة أبين هذا الانتصار العظيم. لماذا لا يعود تفعيل مثل هذه الأدوات داخل محافظة أبين؟ لماذا برأيك أستاذ أسامة؟ نعم، برأيك لماذا؟ نعم، أنا أعتقد بأن هنالك أيادي خفية تتفاوض على طاولة المفاوضات في جنيف، في الرياض، في الكويت في 15 من الشهر القادم، هي من تحاول أن توصل لنا رسالة مفادها بأن غيرها الفوضى أو القادم هو الفوضى. هم منذ نزولهم منذ اليوم الأول من داخل مران كانوا يحدثوننا عن الدواعش داخل المحافظات الجنوبية أو المناطق التي كانت تقاومهم، وإلى اليوم هذا يحاولوا أن يثبتوا هذه الفكرة. القبائل الأحور التي حاربت الدواعش وحاربت الإرهاب وحاربت القاعدة اليوم لم يجدوا من مطر لتشويهها إلا بهذه المعلومات المغلوطة، وتم التسيير للقبائل هذه بطريقة غير مباشرة. يجب تواجد الدولة، لأن الدولة وحدها من تستطيع أن تفرض أجندتها واستراتيجيتها على العملية الأمنية وعلى العملية العسكرية على الوضع الأمني. أشكرك شكرا جزيلا الناشط السياسي الأستاذ أسامة الشرمي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. أعود إلى الأستاذ نبيل البكيري. أستاذ نبيل، يعني في ظل وجود فراغ أمني واضح في المناطق المحررة يعني بشكل كبير ويتباين من منطقة إلى أخرى، في ظل هذا الوضع ما هي الحلول المقترحة لتفعيل القبضة الأمنية هناك ومحاولة ضبط الأمور بشكل أكبر؟ لا، نعم لا شك يا سيدي أن مسألة الفراغ الأمني والفراغ السياسي الذي يتزامن في هذه المرحلة وفي هذه اللحظة في هذه المدن المحررة هو فراغا خطيرا. لا شك أنه باعتقادي أنه من أهم أولويات الحكومة الآن ومن أولويات التحالف العربي في هذه المرحلة فيما يتعلق بعدن هو إعادة ترتيب صفوف المؤسسة الأمنية والمعسكرية. هذه من أولى أولويات المرحلة الآن بالنظر إلى خطورة عدم فراغ أو عدم وجود سلطات الدولة في هذه المناطق، هو الذي يؤدي إلى تمدد جماعات العنف بكل مسمياتها وأعمالها. وبالتالي باعتقادي أنه هذه من أهم الأولويات، إعادة مؤسسات الدولة وإعادة ضم كل الفصائل المقاومة التي كانت من ضمن العمل المقاوم ودمجها في أجهزة الدولة ومؤسساتها. باعتقادي أنه ستكون هذه من أهم الخطوات التي سنسعى من خلالها إلى تجاوز هذا الفراغ الأمني وإلى قطع الطريق أمام تجنيد الشباب الذين كانوا ضمن أجهزة ضمن العملية المقاومة في أجهزة الدولة. وبالتالي نحن سنكون قد قطعنا شوطا كبيرا يتسناه أو يليه شوطا آخر، وهو مسألة تحديد الهوية السياسية للنظام القائم، وهو مسألة وجود الدولة تحت سيادة الجمهورية اليمنية. طيب كيف يمكن يعني محاربة التنظيمات المتطرفة أو تنظيمات التي تعتمد على العنف في فرض رؤيتها في ظل يعني حالة حرب بداخل البلاد ما بين محور الشرعية ومحور الانقلاب، وهناك من يرى أن هناك حاجة أيضا لوجود حرية، خاصة أن يعني دخول الحوثيين إلى داخل المحافظات الجنوبية أو محافظات اليمنية بشكل عام كان تحت يافظة الحرب على الدواعش كما كانوا يقولون، وهناك فراغ أمني الآن موجود حدث في هذه المحافظات الجنوبية. يعني أي إجراء أمني قوي قد يعني يبرر أو يتحدث عنه الناس من ناحية أخرى على أنه محاولات لفرض سلطة أمنية أحادية الجانب في هذا المجال، أليس كذلك؟ أنا لا أتفق مع ما ذهبت إليه بالنظر إلى أن مسألة الفوضى الموجودة اليوم، هذه المسألة لا يمكن التخلص وتجاوزها ما لم توجد مؤسسة الدولة وإعادة بناء مؤسسة الدولة ودمج كل الجماعات التي شاركت في عملية المقاومة في ضمن هذه المؤسسات. وبالتالي وجود الدولة أصبح اليوم ضرورة
وجودية بالنسبة لسعادة كل الأمن والاستقرار وسعادة الناس لحياتهم. غير ذلك أنا اعتقادي خلق مزيد من مبررات لتناقضات المشهد السياسي لن يؤدي سوى إلى كارثة ربما لا يمكن أن نتصور حجمها في هذه المرحلة بالنظر إلى تباينات المواقف ووجهات النظر والتناقضات الموجودة في المشهد، كلها ترشح إلى مزيد من الفوضى. بالعكس، وجود سلطة الدولة هو الضامن الحقيقي وسعادة مؤسسة الدولة ودمج أجهزتها ودمج الفصائل المقاومة في أجهزتها هو الضمان الحقيقي لعدم الذهاب إلى أي سيناريو، سواء سيناريو طيب العنف المادلق أو عنف العصابات وقاطعي الطريق. إذن من هذه النقطة أفهم منك أنه يجب أن يكون هناك ثقة كبيرة ما بين المجتمع وما بين القيادة التي يعني تسيطر على السلطة الأمنية أو تقوم بإدارة السلطة الأمنية في هذه الفترة، لي يعني خروج بالبلاد إلى بر الأمان في هذا يعني المنعطف الذي تعيشه البلاد. لا شك أن هذه من أهم من النقاط الجوهرية فيما يتعلق باستعادة الثقة بين المجتمع والسلطة الحاكمة والسلطة الشرعية اليوم. لكن للأسف دعني أقول أن السلطة الحاكمة والسلطة الشرعية اليوم هي التي في كل مرحلة من مراحل العمل السياسي هي التي لا تستطيع أن تكون عند مستوى تحديات ولا عند مستوى أمال وتطلعات الناس لوجودها جنبا إلى جنب مع جهودهم البسيطة والمتواضعة في سعادة مؤسسة الدولة. الناس بحاجة إلى قيادة شرعية، والقيادة الشرعية هي الأمل الوحيد للناس الآن لتجاوز هذه الإشكاليات الخطيرة التي تواجههم في هذه المرحلة. الباحث السياسي الأستاذ نبيل البوكيري كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام حلقة اليوم. في الأخير تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات طاقم العمل التحريري والفني. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.